بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انا نشهدك ان ما اوتينا ذلك عن علم منا، الحمد لله رب العالمين. اهلا بكل الضيوف، اهلا باخواتنا في المنصه، يعني بالبلدي كده. شرفت ونورت مصر كالعاده الامارات. وانا قلت الكلام ده قبل كده، احنا برزنتيشن في مغناطيس كده، اي حاجه بس بنشوف فيها اسم الامارات احنا بنلاقينا في برزنتيشن كلنا. يعني انا لسه تقريبا مروحتش البيت، لا انا ولا التيم، جينا من ابو ظبي من السوبر المصري في الامارات، جينا على طول على مدينه الاقصر لهذا الحدث اللي انا بشوفه واحد من اهم الاحداث في تاريخ برزنتيشن. انا يمكن كنت لسه بقولها بلدي كده، كان نفسي امي تفضل عايشه لغايه دلوقتي وتشوف ابنها عنده شركه وقاعد بيعمل مؤتمر صحفي في الكرنك وعن الشيخ زايد. يعني فخر ما بعده فخر اللي الواحد فيه النهارده كبرزنتيشن، وده ان شاء الله هينعكس من براند برزنتيشن بكره بدون مقاطعه. هتشوفوا كل التيم بتاع برزنتيشن في حاله التنظيم اللي احنا ان شاء الله هنتفرج عليها بكره. ومن الشكر كله انا عايز ابدا بان انا اشكر اهل الاقصر. يعني احنا بقى لنا تقريبا 5 ايام موجودين هنا في وسط اهل الاقصر. الواحد بصراحه يعني الناس ماشيه في الشارع بتتكلم عن الماراثون، ماشيه في الشارع بتتكلم عن برزنتيشن. اهل الاقصر بكره زي ما قلنا قبل كده وكنا بنتكلم على جمهور كره القدم في مصر، اهل الاقصر بكره هيفرجوا العالم كله يعني ايه تنظيم ماراثون جوه مدينه الاقصر، مش كمان في البر الغربي، لا ده جوه البلد. فان شاء الله بكره هنشوف صوره للماراثون بالاشتراك مع اهل الاقصر اللي احنا بنشكرهم جدا على كرم الضيافه وعلى الضيافه دي كلها. مش موضوع الشكرانيات او ان انا كشركه منظمه اشكر او عايز اشكر فلان واشكر واشكر، لكنه برزنتيشن طول عمرها بتنظم لوحدها، طول عمرها بناخد عاتق التنظيم لوحدنا وبنشتغل لوحدنا في التنظيم وربنا بيكرمنا. المره دي معانا شريك بامانه انا الواحد ما يعني مش عارف يتكلم عنه ازاي، هو السيد محافظ الاقصر بكل الهيئات التابعه لمحافظه الاقصر. يا جماعة احنا مخلصين امبارح الجولة بتاعت الماراثون الساعة 2:30 3 الا ربع، والراجل معانا من الساعة 12 انا مكسوف منه، يعني بيجي يقول لي والله طبعا هنزل معاكم الجولة. محافظ الاقصر 32 عربية ماشية ورا بعض، كلهم كل الجهات المسؤولة في الاقصر موجودة، كل الجهات ماشية معانا على رأسهم هو وسايق العربية بنفسه، وبنقف عند مطب وعند حاجة بأمانة. يعني الواحد لازم يديله حقه، كل الجهات، مش عايز أنسى حد، الأمن العام، الأمن الوطني، المرور اللي احنا تعبينهم معانا كل شوية نغير الطرق، الناس بتوع الطرق هنا، يعني مش عايز أنسى أي جهة. معالي المحافظ بأمانة أنا بشكرك جدا جدا، وأشكر كل الناس اللي تعبت معانا، اللي بكرة إن شاء الله العالم كله هيتفرج على ماراثون في مدينة من أجمل مدن العالم. معرفش الكاميرا بتجيب حوالينا ولا لا، احنا حوالينا سياح في كل مكان ما شاء الله، الله أكبر، أتوبيسات بره مليانة، بسم الله ما شاء الله. الأقصر بلد جميلة جدا إن يتعمل فيها سياحة رياضية، ونتمنى الفترة الجاية إن شاء الله نشوف ده. فبشكر كل الجهات وبشكر الأمن على وجودهم معانا. بكرة إن شاء الله الماراثون، إن شاء الله الفعاليات هتبدأ من الساعة 7، نقطة الانطلاق الأولى هتبدأ الساعة 8 من نفس المكان اللي احنا فيه ده. المسرح ده هيبقى عليه الاكتيفيشنز، هنستقبل الناس من البوابة الرئيسية اللي هو البوابة الخارجية، نستقبل كل المشتركين لغاية ساعتين ونص فاتوا، يعني آخر تقرير جايني من ساعتين ونص، الساعة 12 الظهر تقريبا من ساعة ونص، 6301 مشترك. عندنا مشتركين من اسكندرية، من بني سويف، أسيوط، من البحر الأحمر، من أسوان، إسنا، إنا، غير طبعا أهلنا في الأقصر. عندنا المشتركين ذوي الاحتياجات الخاصة 24، بيغطي المؤتمر 58 صحفي. السادة الفي اي بي الموجودين عندنا يقتربوا من 80 فرد، خاصين بالمستشفى والوفد الاماراتي. ان شاء الله الصحفيين المدخل بتاعهم هيبقى واضح، واحنا عاملين لهم المدخل خاص للسادة الاعلاميين ومنطقة خاصة للاعلاميين يقدروا يشتغلوا منها. وكمان بشكل تاني اكتر هنديهم صور الماراثون الطريق كله اول باول عن طريق الانترنت الموجود في المنطقة الخاصة بالاعلاميين. الفي اي بي والفي اي بي في المنطقة الشمال اللي بيشوفوا نقطة البداية ونقطة النهاية. حفل توزيع الجوائز للعشرة الأوائل إن شاء الله هيبقى الساعة
احنا عاملين حسابنا ان شاء الله يبقى الساعه 10، هنبدا نستلم بقيه الجوائز من رقم 10 لغايه رقم 500 في الخيمه الرئيسيه المبنيه بره في البرك. هنستقبلهم ان شاء الله من بعد الوصول على طول لغايه الساعه 5 ان شاء الله، هيكون اخر متسابق واخد الجوائز بتاعته. زي ما على سعاده الفريق قال، احنا التيشيرتات احنا بنوزع تيشيرتات على المشتركين من امبارح، حتى في القطر البرزنتيشن خدته من امبارح بدانا نوزع في برضو مكان للتوزيع هنا. المشترك كل مشترك معاه رقم، بيجي يقول رقمه اللي موجود على السيستم وبندي له التيشيرت بتاعه وبيبدا يخش الماراثون من هنا. بنقول للناس اللي مش مشترك مش هيبقى له مكان، لانه احنا ما عندناش اشتراكات بكره. الاشتراكات ان شاء الله هتخلص النهارده ان شاء الله الساعه 12 بالليل على الويب سايت، على انجز لي احجز لي، وعلى الصفحه الرسميه للماراثون هيخلص الساعه 12 بالليل. من بعد 12 احنا ما فيش اي قبول لاي، لان السيستم هيقفل علشان خاطر التجهيزات للمؤتمر. احنا شغالين ان شاء الله احنا والامن من الساعه 4، ربنا يبارك لكم. وتقريبا احنا عندنا زياره من الساعه 4 الفجر، فشغالين من الساعه 4 الفجر اخر زياره للماراثون. ان شاء الله برزنتيشن كالعاده بتوعد مصر كلها، وبتوعد اللجنه المنظمه وسياده الفريق ومعالي السفير ان هم ان شاء الله هنشوف ماراثون. انا بقول لهم كده احلى ان شاء الله من ماراثون نيويورك، واتمنى ان شاء الله ان التبرعات توصل للحد اللي احنا اتفقنا عليه. برزنتيشن زي ما وعدنا قبل كده بتتبرع ب 100,000 درهم للمستشفى من ماتش السوبر. موظفين برزنتيشن لموا 56,320 ألف جنيه. هنشوف بقى يلموهم منين دول. فدول برضو متبرعين من الموظفين من شركة برزنتيشن إهداء للماراثون. أخيرا وليس أخيرا، أنا معلش خلوني أقول حاجة، أعتذر لكل رجالتي لو أنا كنت سخيف شوية الفترة اللي فاتت، لأنه إحنا خارجين من ماراثون وخارجين من سوبر وداخلين على ماتش على ماراثون تقيل، كان دمي تقيل شوية معاهم في الفترة اللي فاتت. بشكركم يا رجالة، وأنتوا بكرة على الوعد. إن شاء الله نشوف ماراثون بكرة، عشان سيادة الفريق بس يقول لنا إنه إن شاء الله مصر بننظم ماراثون هايل بإذنك يا رب. أشوفكم على خير، وربنا يكرم إن شاء الله بكرة إن شاء الله. شكرا إذن للجميع.